يا نعم مولا الدار مش هوني وعين رات وعين مرات. ان شاء الله نقول لكم الساعه في البدايه نحب نترحم على حمزه السويح ونتقدموا بحر تعازي لعائلته. حمزه اللي يصيب بطلق ناري في المكنين، ربي يرحمه وربي يصبر عائلته. ولكن بعد ما سمعنا ان معنا حتى العائله نتاعه كانت تدعو الى التهدئه، خرجت تكلمت في عده منابر في عده اذاعات وقالت ماذا بينا معناها ندعو للناس للتهدئه وان شاء الله القانون هو اللي يجيب حق ولدنا وينور الحق. اما اللي قلق واللي يوجع انه وقت اللي مش نشوفه توا الفيديو هذا حاجه من وراء العقل ومش نرجعوا نعلقوا عليها. تفرجوا دورها بالسيوفه من شو تصور وين اللطف. شوف بوليسية تغزر هذوما بالسيوفة بالكلاب شايين بعده في العباد. البوليسية اتكيت جاي وجاي في صيد البلاد تفضفة الاخر بسيف قدام بوليسي. هي مشكلتي الشارج تو يا مهدي ياكل بعضها سيوفة وكلاب وحال حليلة ناس مع الحاكم وناس ضد الحاكم. واحد يقول له نحي الكمامة متاع الكلب ولا يقول له ما تنحيش. شوف السيوفة شوف السيوف شوف انا بجنب بوليسية بالسيوف يا اخي دار الشر. شوف انا بجنب البوليسي بالسيف بوليسية هون كلاب سيوفة شو لخ توقعت زيزوة اللي كنتوا تشوفوا فيه. نعم هذاك في المكنين يا توانسة، هذاك في المكنين صار في الليل أعوان الأمن فما في الليل ناس مشات تحتج ونجيو للحق. زاد هذوما الناس المحتج في الليل هذا الواحد زاد موش فاهمها مانيش فاهمها إلى حد معناها النهار كامل في الليل احتجاج في الليل لهنا زاد فما معناها نقاط لازمها يلزم تضاح. احنا شنو في مخاخنا هكا توانسة شنو في مخ العبد خارج في الليل يظهر. هذه تونا القولها تفسير. تفسير الاخر اللي قاعد نبحث عليها اليوم وقت الناس هذه خرجت في الليلة الظاهر اعوان الامن واقفه حاطين كريه باتهم من غاديكا حاطين متواتهم على جنب الاعوان واقفين وفي شنو كنا نشوفوا الفصايل نتاع المكنين. نعم كبارات هذه كنا نسمعوا فيها قبل يقول لك والله مشاو كبارات البلاد ومشينا باش يعملوا التهدئه والاشراف نتاع المدينه والثقات مشاو باش يهديوا الناس. تو عاد مرنا المرحله اخرى الفصايل والمجرمه يا بابا متوات الناس على المتوات بالسيوف كما كنتوا تشوفوا في الفيديو هو زاد تشوفوا بالتصاور ناس بالكلاب بالسيوفة كلام لا يوريكم معناها ومعناها حاشا من يتصنت كلام لطف. وهم الناس هذو ماشيين هما اللي فرقوا في الاحتجاج والبوليسي قاعد ما انا فهمتني غاديك برار كريه با في الرومبواي يتفرج فهك المشطرة متاع الفصايل متاع المكنين هما اللي مشاو يفرقوا في العباد. المشاهد هذه كنا نشوفوا فيها قبل الثورة
فك الايامات تاع 13 14 هذوكم الايامات هذه وقت كنا نشوفوا فك الميليشيات يدوروا بالظلالات على العباد يدوروا بالظلالات ويضربوا وماشيين يضربوا في الناس توا معنا رجال الناس الممارسات معنا شنو الامني ولا متملص من المسؤوليه ونسيبوا الجماعه هذوك هذا خرق للقانون هذا معنا قاعدين نشوفوا في جريمه شنو مواطن يدور بسيف شنو مواطن يدور بكلب قال شنو والله باش يمشي يحمي ممتلكات الناس ممتلكات تحميها انت على خاطر الامن اليوم ماهوش موجود باش يطلع لي بطاقه تعريف راه ولا ما نعرفش ولا باش يمشي امن اصطاد راه انت باش امن ممتلكات الناس الجمعه اللي فاتت منك حكيت ووريت شنو صار في السواسي قاعدين في رومبوان ويقولوا ما عندنا ما نعملوا لهم الناس تطلب في القاعه ايجا رانا كرهبنا قاعده تتكسر وناس والله ما عندنا ما نعملوا لهم لهنا زاد حتى في القانون زاد ولات عندنا مشكله وقت اللي الامني يولي كي يحب يطبق القانون يخاف لهنا يولي يسلم الماموريه لهاك المشره اللي كنت نوري لكم فيها مذهبيه المكنين اهاليها نعرفوهم برره مكنين بلاد المناضلين بلاد الشرفاء بالحق المكنين فيها رجال وهما الناس اللي صورت هذا اللي صورت الفيديو مكاكنيه حرار اللي هما كانوا رافضين الشيء هذا ما حبوش يشوفوا معناه انت واقف غادي كامني ومسيب فهمتني هالعرب ده هالمجرمة يدوروا بالكلاب وبالسيوفة قال شنو هم مش يفرضوا النظام هذه هي الغابة اللي مش نمشي ونعيشوا فيها وعين رات وعين ما راتش